بسم الله. درس الأعداد العشرية النسبية، الجمع والطرح. يلا غتاخد دفتر البحث وتقوم بهذا النشاط. في لعبة يتم سحب الكرات من صندوق يحتوي على 3 كرات حمراء و5 كرات زرقاء. في كل سحب لكرة حمراء يحتسب +1، وكل سحب لكرة زرقاء يحتسب -1. كل فريق يسحب كرة المسحوبة في كل مرة. عندنا 4 ديال الفرق: الفريق الأول، ثم الفريق الثاني، والفريق الثالث، والفريق الرابع. هنا غادي نشوفوا ألوان الكرة المسحوبة، وسنرى كم ربح كل فريق وكم خسر والنتيجة. نشوف الفريق الأول، هذه الكرات المسحوبة. نكملوا 8، هذا ما سحبه الفريق الأول، 5 كرات زرقاء و3 كرات حمراء. نمشيو للفريق الثاني، هما الكرات اللي سحب الفريق الثاني. نمشيو للفريق الثالث، ثم بعد ذلك نمر إلى الفريق الرابع والأخير. يلا انت غادي تملأ الخانات الأخرى، خانة الربح وخانة الخسارة ثم النتيجة. الفريق قام بسحب 8 كرات، وهذه هي النتائج. يلا كم ربح الفريق الأول من؟ إذ لا تنسى كل سحب لكرة حمراء يحتسب +1 أو ربح +1، وكل سحب لكرة زرقاء يحتسب -1 أو خسر -1. نعم، بالنسبة للفريق الأول ربح 3 كرات حمراء، إذن غادي نكتبو +3. خسر من كرة، نعم خسر 5 أو وكل كرة زرقاء يحتسب لها -1، إن 5 كرات إن -5. النتيجة بعد إنهاء عملية السحب بأكملها ربح 3 كرات أو ربح 3 وخسر 5. النتيجة هل خسر أم ربح؟ بالفعل خسر كم من نقطة؟ نعم خسر نقطتين، إذن -2. نمشيو للفريق الثاني، يلا ماذا سنضع في خانة الربح؟ فعلا +2، كل كرة تحتسب +1. كم خسر؟ نعم خسر 6 كرات، إذن -6. يلا النتيجة أو المجموع، فعلا المجموع أو النتيجة النهائية هي -4، وربح 2، يعني في النتيجة خسر 4 كرات أو 4 نقاط. نشوف الفريق الثالث، يلا ماذا سنضع في الربح؟ فعلا +7، الحمراء تحتسب +1، إن 7 نقاط. كم خسر؟ نعم خسر نقطة 1 نسبة إلى النتيجة. كم؟ فعلا +6، إذن ربح 6 نقاط. نمشيو للمثال الموالي أو الأخير، الرابع، ماذا سنضع في خانة الربح؟ نعم +1، 7 نقاط، 7 كرات، إذن -7. المجموع كم؟ أو النتيجة؟ نعم النتيجة هي -6، متفقين؟ يلا الآن سنستثمر هذه النتائج. يلا نبدأ بالفريق الأول ونساو الآن الكرة الحمراء والزرقاء، الآن غادي نتعاملوا فقط مع الأعداد. -5 +3، أو الربح ربح +3 وخسر -5. عملية الجمع عطتنا -2، أي النتيجة النهائية.
إذا نقدر نعبر عليها هكذا بهذه الطريقة الرياضية، ناقص 5 زائد 3 تساوي ناقص 2. كذلك بالنسبة للفرق الثاني، ربح نقطتين وخسر 6 نقاط، المجموع أو النتيجة النهائية هي ناقص 4، نقدر نكتبه ناقص 6 زائد ناقص 4، ولو أنني قرأتها من اليمين إلى اليسار. نمشي للنتيجة الثالثة، ناقص 1 إلى زدنا عليها زائد 7، النتيجة النهائية هي زائد 6، هي غادي نعبر عليها هكذا. ثم النتيجة النهائية، إلا خدينا الخسارة ناقص 7 وأضفنا عليه الربح زائد 1، المجموع هو ناقص 6 هكذا. يلا أجي نكتبوها في مكان آخر. كما ترى هنا استثمرت نتائج الجدول ووضعناها في جانب آخر. لاحظ بالنسبة للفارق الأول، ناقص 5 زائد 3 يساوي ناقص 2. كما ترى هنا وضعت قوسين نظرا لالتقاء علامة زائد مع علامة زائد الأخرى. هنا غادي نستعملوا هذه المسألة غالبا في كتابة الأعداد العشرية النسبية، تنوضع قوسين حتى لا تلتقي العلامتان معا. ثم ناقص 6 زائد 2 تساوي ناقص 4. وبالنسبة للفارق الثالث، ناقص 1 زائد 7 يساوي زائد 6. وبالنسبة للفارق الرابع والأخير، ناقص 7 زائد 1 يساوي ناقص 6. هاد النتائج كلها راه استثمرت من الجدول السابق، حتى حاجة ما جبناها من عندنا، كل شيء كاين في الجدول. يلا الآن ندرس هذه النتائج. لاحظ معي العددين العشريين النسبيين ناقص 5 وزائد 3، ماذا عن إشارتيهما؟ فعلا هما عددان مختلفي الإشارة، أحدهما كيف هو؟ نعم، أحدهما سالب والآخر موجب. إذن كما ترى هنا لدينا مجموع عددين عشريين نسبيين مختلفي الإشارة. كذلك انظر إلى المثال الثاني، ناقص 6 وزائد 2 كيف هما؟ نعم، عددين مختلفي الإشارة. انظر معي مرة أخرى إلى المثال الثالث، ناقص 1 وزائد 7، فعلا هما عددان عشريان نسبيان مختلفي الإشارة. وأخيرا ناقص 7 زائد 1 أو ناقص 7 وزائد 1 كيف هما؟ صحيح، هما مختلفي الإشارة. إذن كما ترى هنا عندنا عملية الجمع بين عددين عشريين نسبيين مختلفي الإشارة. يلا الآن سوف نستخلص الطريقة لحساب عملية جمعهما. نبدأ بالمثال الأول، ناقص 5 زائد 3 أعطتنا حسب الجدول ناقص 2. يلا انظر معي إلى العددين ناقص 5 وزائد 3، إذا جردناهما من الإشارة، يعني جردنا ناقص 5 من الإشارة وجردنا زائد 3 من الإشارة، يعني أزلنا لهم الإشارة، كل من منهما سيكون الأكبر؟ يلا يعني تركت المثال لوحدي، قلت إذا جردناهما من الإشارة، جردنا ناقص 5 من الإشارة غادي يصبح ماذا؟ نعم غادي يصبح 5، ولا جردنا زائد 3 من الإشارة، نعم غادي يصبح 3. إذا العدد 5 كيف هو بالنسبة لـ3؟ نعم 5 أكبر من 3. إذا جردنا هذين العددين العشريين نسبيين من الإشارة سيصبحان 5 و3، وكما ترى 5 أكبر من 3. إذا نظرت معي إلى النتيجة اللي هي ناقص 2، انظر إلى الإشارة ناقص، كما ترى 5 هو العدد الأكبر، إذا إشارته هي التي ستربح. إذن غادي نضعه هنا ناقص، هاد ناقص اللي عندنا هنا هي اللي غتكون في النتيجة النهائية. كلما كان العدد 5 أو كلما كان العدد أكبر من العدد الآخر، إشارته هي التي ستربح.
أو إشارته هي التي ستبرز في النتيجة النهائية. إذن كما ترى جردنا ناقص 5 من الإشارة وجردنا زائد 3 من الإشارة، 5 أكبر من 3، إذن إشارة العدد ناقص 5 هي التي ستبرز في النتيجة النهائية أو هي التي ستربح. ثم نحسب الفرق، 5 إذا نقصنا منها 3 كم ستعطينا؟ نعم ستعطينا 2. هاي لاحظ إذا خدينا 5 ونقصنا منها 3 غتعطينا 2، هو بالضبط اللي عندنا. نمشيو للمثال الثاني ونجربوا هذه الفكرة في المثال الثاني. حسب الجول عندنا ناقص 6 زائد زائد 2 تساوي ناقص 4، متفقين؟ الآن غادي نجردوا العددين من الإشارة. إذا جردنا ناقص 6 من الإشارة سيصبح كي؟ نعم سيصبح هكذا 6، والآخر إذا جردنا من الإشارة نعم سيصبح 2. من العدد الأكبر من الآخر؟ بالفعل 6 أكبر من 2، إذا إشارة العدد 6 ناقص 6 هي التي ستربح، هي التي ستكون هنا. ثم نحسب ماذا؟ نعم الفرق 6 ناقص 2 تساوي 4، هو العدد اللي تنوضعه هنا، والنتيجة النهائية هي ناقص 4. نجرب الفكرة مرة أخرى في المثال الثالث. يلا نجرد ناقص 1 من الإشارة، كيف سيصير؟ نعم يساوي 1، ونجرد زائد 7 من الإشارة، نعم يصير 7. كما ترى 1 كيف هو بالنسبة لـ7؟ نعم 1 أصغر من 7. إذن من الذي سيفوز أو الذي ستطغى إشارته في النهاية؟ نعم هو العدد 7. إذن غادي نضع عليه العلامة ديالو هاي كما ترى، زائد هنا. ثم نحسب الفرق، العدد الأكبر ناقص العدد الأصغر، 7 ناقص 1 يساوي كم؟ نعم يساوي 6، هو بالضبط اللي عندنا، والنتيجة النهائية هي زائد 6 أو 6. نمشيو للمثال الأخير، ناقص 7 زائد زائد 1 يساوي ناقص 6، هذه نتيجة ديال الجدول. نجردو ناقص 7 من الإشارة، نعم النتيجة هي 7. نجردو زائد 1 من الإشارة، نعم النتيجة هي 1. 7 كيف هو بالنسبة لواحد؟ صحيح 7 أكبر من 1، إذن إشارته هي التي ستربح، هاد الإشارة اللي عنده هنا هي اللي غتكون في النتيجة النهائية هاي كما ترى. ثم نحسب ماذا؟ فرق العددين 7 و 1 هكذا تعطينا 6، هي القيمة اللي عندنا، متفقين؟ إذن هذه هي الطريقة لحساب مجموع عددين عشريين نسبيين مختلفي الإشارة. يلا الآن غادي نعطيك أمثلة ليست في الجدول وعليك أن تحسب مجموعها. يلا نبدأ. يلا ناقص 10 زائد زائد 8 يساوي كم؟ يلا أجي نجردهم بجوج من الإشارة، نجردو ناقص 10 من الإشارة كم سيصبح؟ فعلا سيصبح 10، ونجردو زائد 8 من الإشارة، نعم سيصير 8 هكذا. 10 كيف هو بالنسبة لـ8؟ فعلا 10 أكبر من 8. يلا ما الذي إشارته ستربح أو ستكتب في النهاية؟ فعلا إشارة العدد ناقص 10، إذن هنا غادي نضعو ناقص. ثم نحسب ماذا؟ فرق العددين نأخذ 10 وننقص منها 8 تساوي كم؟ فعلا 2. إذا ماذا سنضع هنا؟ ماذا سنضع هنا؟ نعم سنضع 2، إذا ناقص 10 زائد زائد 8 يساوي ناقص 2، واضح؟ ونقدروا نعاودوا نشرحوها باستعمال الربح والخسارة. ناقص 10 أي خسر 10 نقاط، زائد 8 ربح 80 نقاط، خسر 10 نقاط وربح 80 نقاط، إذا النتيجة فعلا خسر نقطتين، خسر نقطتين، تقين؟ نواصل. يلا الآن ناقص 13 زائد زائد 18 يلا نجردهم بجوج من الإشارة، نجردو ناقص 13 من الإشارة سيصبح نعم 13، ونجردو زائد 18 من الإشارة سيصبح فعلا 18. 13 كيف هو بالنسبة لـ18؟ فعلا
أصغر من 18، إن العدد الأكبر هو الذي سيربح، العدد الأكبر مجردا من الإشارة. إذن علامة الزائد هي غتكون هنا. تبقي ثم نحسب الفرق، 18 إذا نقصنا منها 13 تعطينا كم؟ فعلا 5. إذا النتيجة هي صحيح زائد 5. نعم، ونعود وقدرون شرحها تاني بالربح والخسارة. خسر 13 نقطة وربح 18 نقطة، إذن في النهاية ربح 5 نقاط. يلا أنجز هذا المجموع، زائد 24 زائد زائد ناقص 27. نعم، نجردهما من الإشارة، سنكتب هنا ماذا؟ نعم 24 نجرد العدد الثاني من الإشارة، نعم سيصبح 27. كما ترى 24 أصغر من 27. إذن ما هو العدد الذي ستربح إشارته في النهاية؟ فعلا هو ناقص 27، هو اللي غادي تبرز الإشارة ديالو في النهاية. هاي سنضع هنا ناقص، ثم نحسب ماذا؟ نعم ثم نحسب الفرق، العدد الأكبر ناقص العدد الأصغر منه هكذا، والفرق هو 3. إذا النتيجة النهائية هي ناقص 3. تبقي نقدروا نعود نشرحوها بالربح والخسارة، ربحت 24 وخسرت 27، إذا في النهاية خسرت 3. أعيد، ربحت دائما زائد تترمز إلى الربح، وناقص ترمز إلى الخسارة. زائد 24 أي ربحت 24 وخسرت 27، إذن في النهاية خسرت 3. تبقين؟ يلا نقوم الآن بهذه العملية، 5.6 أو زائد 5.6 زائد ناقص 7.9. يلا أحسب هذا المجموع، نعم العدد الأول غادي نجرده من الإشارة، أصلا هو مجرد من الإشارة غادي يبقى لي 5.6، والعدد الثاني نجرده من الإشارة هكذا يصير 7.9. نقارن النتيجتين، نعم 5.6 أصغر من 7.9، إذا العدد ناقص 7.9 إشارته هي التي ستفوز في النهاية، إذن غادي تكون عندنا ناقص. ثم نحسب الفرق، غادي ناخذ العدد الأكبر ناقص العدد الأصغر منه، والنتيجة نعم هي 2.3، إذن هي غادي نوضعو هنا 2.3. إذا 5.6 زائد ناقص 7.9 تساوي ناقص 2.3. يلا الآن غادي نكتبو القاعدة لحساب مجموع عددين عشريين نسبيين مختلفي الإشارة، ترى ما العمل؟ كيف نتصرف أو كيف ستتم عملية الجمع؟ يلا فكر في كتابة الصيغة الصحيحة للقاعدة. إذن كما ترى هذا المثال قدر أعطيك فكرة، نجرد العددين من الإشارة ثم نرى من العدد الأكبر من الآخر مجردا من الإشارة، إشارته هي التي ستربح، ثم قيمة العدد الذي نجد هنا هي فرق قيمتي العددين مجردين من الإشارة. يلا شوف انت الصيغة السهلة لكتابة هذه القاعدة. يلا سأنتظر. يلا أنا بديت لك القاعدة، مجموع عددين عشريين نسبيين مختلفي الإشارة، هو عدد عشري نسبي إشارته هي ماذا وقيمته هي ماذا؟ نعم، مجموع عددين عشريين نسبيين مختلفي الإشارة، هو عدد عشري نسبي إشارته هي إشارة العدد الذي له ماذا؟ الذي له أكبر قيمة مجردة من الإشارة.
يعني حتى تنجردهم من الإشارة عاد تنشوفوا أين هو العدد الأكبر من الآخر. تبقين إشارته ديك الإشارة اللي غادي نوضعو إما زائد أو ناقص تتعتمد على واحد المسألة، هو خصنا نشوف نجردهم بجوج من الإشارة ونشوفوا ما هو العدد الأكبر مجردا من الإشارة. إذن مجموع عددين عشريين نسبيين مختلفين الإشارة هو عدد عشري نسبي، إشارته هي إشارة العدد الذي له أكبر قيمة مجردة من الإشارة، وقيمته المجردة من الإشارة هي ماذا؟ كيف نحصل عليها؟ نعم، هي فرق قيمتيهما مجردتين من الإشارة. القاعدة تبدو طويلة شوية ولكن صحيحة وسليمة مقارنة مع القواعد التي يقترحون في كتب الرياضية. مجموع عددين عشريين نسبيين مختلفين الإشارة هو عدد عشري نسبي، إشارته هي إشارة العدد الذي له أكبر قيمة مجردة من الإشارة، وقيمته المجردة من الإشارة هي فرق قيمتيهما مجردتين من الإشارة. ومن بعد غادي نستعملوا التقنية ديال الربح والخسارة في الحساب، وغتجي سهلة، هذه تقنية بسيطة، ترمز للعدد السالب بالخسارة والعدد الموجب بالربح وتتم عملية الحساب بسهولة. نعطيك شي مثال، مثلا بحال دروكا بنحسبوا ناقص 4 زائد 7، خسرت 4 وربحت 7، إذن غادي نقول في النهاية خسرت أم ربحت؟ نعم ربحت 3 أو زائد 3. هاي شتيها، بغينا نستعملوا هذه القاعدة. مسألة بسيطة، غادي نجردوا العددين من الإشارة، هذا غادي يعطينا 4 والآخر يعطينا 7، تبقين ونشوفوا الإشارة، إشارة المجموع هو إشارة العدد الذي له أكبر قيمة مجردة من الإشارة، العدد الذي له أكبر قيمة مجردة من الإشارة هو العدد 7، إذا إشارته هي التي ستربح، سنضع زائد، ثم نحسب فرق قيمتين مجردتين من الإشارة، 7 ناقص 4 تساوي 3، هي اللي وضعتها. متفقين؟ يلا الآن نكتبوا الدرس. عنوان الدرس: الأعداد العشرية النسبية، الجمع والطرح. أول كبيرة، مجموع عددين عشريين نسبيين مختلفي الإشارة. أ صغيرة، أمثلة: ربحت 8 أي زائد 8، وخسرت 10 أي ناقص 10. إذن النتيجة النهائية فعلا، إذن خسرت 2 أي ناقص 2، فنكتب زائد 8، ربحت 8 زائد ناقص 10 يساوي ناقص 2. شوف مثال آخر، خسرت 7 أي ناقص 7، وربحت 12
أي زائد 12. إذن حصيلة الجمع هي كم؟ خسرت 7 وربحت 12. إذن في النهاية ربحت أم خسرت؟ فعلا ربحت. وكم ربحت؟ فعلا ربحت 5، أي زائد 5. فنكتب ثم نعبر عن هذا الأمر بطريقة رياضية. ناقص 7 زائد 12 تساوي زائد 5 أو 5. أمثلة أخرى. ناقص 11 زائد 14. خسرت 11 وربحت 14. إذن في النهاية ربحت 3 نقاط أو ربحت 3. 20 زائد ناقص 24 يساوي كم؟ فعلا يساوي ناقص 4. ناقص 15 زائد 9 يساوي كم؟ خسرت 15 وربحت 9، أي في النهاية خسرت 6. بصغيرة صفة عامة. مجموع عددين عشريين نسبيين مختلفي الإشارة هو عدد عشري نسبي إشارته هي إشارة العدد الذي له أكبر قيمة مجردة من الإشارة، وقيمته المجردة من الإشارة هي فرق قيمتيهما مجردتين من الإشارة. الآن شوفوا تمرين تطبيقي. احسب ما يلي: ناقص 34 زائد 55، 66 زائد ناقص 101، ناقص 17.2 زائد 34، ثم ناقص 26.3 زائد 17 أو 18.4. انتهت هذه الحصة من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية الصفاء مراكش. إلى اللقاء.